تعالي بربي ذي بعد ما تكمل حجم بوه مشاب قضية توجي حجم لك توا؟ حجم لك توا؟ عندك شيء صغير رفيق. لكن خلط هيك قرش مثل ما قديت لي شيء. بيب 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 خويا كنت حجم لك توا؟ وين كنت حجم؟ والله كنت حجم لك ما قلت شيء، مين كنت حجم؟ كنت نحجم له توا قدامك انا ما شفتش عندي الشاف كله صغير علي ما صار شيء خويا تو نعاود نحجم لك خويا وما صار شيء اقعد ارتاح خويا محمد مرتين يدفع اثنين ما تحكي معك واحد ايه اقعد لهنا ما عادش حرك من هون اقعد لهنا شد واحد نتاعك اقعد غادي ما صار لك كيف عاد توا؟ كيف عاد حجم؟ كمان اللحم كنت نحجم لك انا توا هي حجم اللحم ليه كنت حجم لك في شعرك وكلنا اللحم بعد شعرنا هذه ما كيفاش حجم كنت نحجم لك خويا تو لاباس انت مش كبير حجمت لك شعرك تو كنت قصت في شعرك ليه عملنا لك انا لحيه اللي جيت وقفت من الاول من الاول شعرك بسم الله سامحني دقيقه خويا انا اليوم ما فهمتش روحي شنو هي توا انا صرت نحزر فيك انت انا توا لا لا يا كيك يا لاباس في ديالة صارت لي مشكلة توا ما فهمتش انت حجمت كملنا ودي طب انا حجمت الاول ليه حجمت طبعا حجمت حجمت سيبوها مريقل مريقل هيك هذا عمو انت ليبي منين من ليبيا طابلس شنو الحال في طابلس عمو تبي تطلع معايا في باص نحبها على ليبيا
تحول قوة بالله. الكل بيدخل الطول بالكل. تبغى أنا توقف تنسيان تعدي ما عادش هذا. ما عادش هذا الجنب. سيد انا حجمته نمشي بالطول كذا. يا عمو تعال يا عمو الطبيب يا عمو. يا انا ما عادش فاهم انا ما عادش فاهم مرحبا بكم في الكاميرا.